الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشفت مستشارة اللجان البرلمانية هاتف الركابي عن وقوف مجموعة من سمتهم بالمافيات وراء تاكسي بغداد لسرقة أموال المواطنين من خلال العقود المبرمة من قبل سلطة الطيران المدني. فقالت الركابي إن أجرة النقل من المطار إلى الرصافة أو الكرخ مرتفعة جدا، وبالتالي يشوب هذه الشركة فساد مالي وإداري تقف خلفه مجموعة من المافيات لسرقة أموال المواطنين من خلال العقود المبرمة من قبل سلطة الطيران المدني، حتى وصل إيراد هذه الشركة إلى نحو 17 مليار دينار سنويا كأجور النقل من المطار إلى ساحة عباس بن فرناس فقط. كشفت دائرة بلدية جبة بمحافظة الأنبار أن شركة تدار من قبل جهات متنفذة لم تنجز أعمال مشروع حيوي في المناطق الغربية رغم مرور أكثر من 12 عاما. وأضافت البلدية أن شركة الفاو الهندسية إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لم تنجز مشروع ماء قيمته نحو 60 مليار دينار في ناحية البغدادي بقضاء هيط غربي الأنبار، رغم إحالة المشروع إلى الشركة المعنية منذ أكثر من 12 عاما. قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجابري إن أبرز المشاكل المتعلقة بالملف النفطي بين بغداد وأربيل تتركز حول التزامات أربيل مع شركات نفط عالمية. وقال الجابري إن هذه الالتزامات خارج الضوابط والصلاحيات المعمول بها في وزارة النفط المركزية، ما يسبب بقاء تلك المشاكل عالقة بين بغداد وأربيل. هذا وكانت المحكمة الاتحادية قد اعتبرت في وقت سابق قانون النفط المعمول به في كردستان العراق بأنه غير مشروع رغم تمريره بموافقة نور المالكي قبل عدة سنوات. ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12% في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر السيل الشمالي بسبب تعرقل أعمال صيانة معدات في ظل العقوبات الغربية. ويأتي الارتفاع في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وتبدأ شركة غاز بروم الروسية اعتبارا من يوم الأربعاء بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار السيل الشمالي رقم 1، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال الصيانة. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة تتوقع أن يساعد مركز التنسيق الذي تم إنشاؤه في إسطنبول على المرور الآمن لسفن الأغذية والأسمدة عبر البحر الأسود. وأضاف فرحان حق أن مركز التنسيق سيساهم في تنفيذ مبادرة الحبوب التي يتم في إطارها إنشاء ممر بحري إنساني لمرور سفن الحبوب المصدرة من أوكرانيا والمواد الغذائية ذات الصلة. وشدد فرحان حق على أن إنشاء مركز التنسيق سيسهل مرور السفن التجارية التي تحمل المواد الغذائية والأسمدة من 3 موانئ أوكرانية رئيسية على البحر الأسود. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.